السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأعزاء، أتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة في أحسن الأحوال. متنساوناش الله يجزيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الإعجاب وجزاكم الله خيرا. كذلك تشكركم من هذا المنبر هذا جزيل الشكر للدعم والتشجيع اللي كنتم متواضعة. متنساوناش تنساوش أخوكم عبد الحميد الضغط على لايك. أتمنى تستمتعوا وتستافدوا من هذا الفيديو، هذا راه مهم بالنسبة وربي الخيول. وتحياتي للجميع. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله على الخيول الاندلسيه البربريه ما شاء الله عليها. سلاله لاحظتوها الاخوان راهم مرتاحات وكياكلوا غير هذا الاكل هذا اللي في هذا الحقل هذا، ما كنعلفوهمش لان هذا الاكل هذا كاع الاكل اللي كياكلو كيستافدوا منه هذه الخيول هذه. انا كنديروا لهم واحد الدواء انتم غتشوفوا ان شاء الله، داك ايبوميك كنشربو لهم وهو كيقتل ديك الديدان، ديك الطفيليه الداخليه والخارجيه كذلك. دابا راه حاليا راه كاين الكراد، كاين البق، كاين القمل، هذاك تيكون في الحيوانات. المهم هاد الادويه هادي راه ما كيبقى يقرب لهم حتى حاجه، ديك النعرات هي ما كتبقاش تقرب لهم ملي كنشربوهم هاد الدواء هذا. لهذا راه الا لاحظتو راه ماشي بحال عندنا في البلاد، البلاد ما كيستعملوش هاد المضاد الطفيليات. هذا واخا البهيمه عندنا كيعطيوها العلف وكيتهلاو فيها ما كيبانش عليها داك الاكل، ما كتستافدش منه. ان هذيك الطفيليات اللي كتكون فيها بخصوص الطفيليات اللي كتكون الداخل هي اللي داك الاكل ما كتستافدش منه البهيمه، لان هي كتستافد منه ديك الطفيليات، ما كتخليش البهيمه تاخد تكون في صحة جيدة وترتاح. وشوفوا سبحان الله العظيم هاد الخيول هادي، هانتو مبغاوش يمشيو يوردو اليوم صباح شوية الجو بارد سبحان الله العظيم. وراه جيت انا بغيت نديهم يوردو باش من بعد نديهم نشربو لهم داك الدواء. فين كارا جيكوا مامونو مسكينة حاقرين عليها هاد البرقية هاديك ديما معزولة عليهم. طبعا نديهم يوردو هو الأول ومن بعد راه نشربهم داك الدواء. راه جا داك الروماني وداك الإسباني تيدرب الخيل هو اللي كيتكلف بهاد المهمة هادي ديال التشرب ديال الدواء. تبارك الله الجو اليوم صباح ما شاء الله، البرقية حاقرين عليها ديما معزولة وحدها مسكين. دابا خصنا نسبقوها هي الأولى، نشربوها الدواء عاد نبداو نشربو الأخرين. لحقاش إلا خليناها تما لداخل غيبداو يضربوها وصدق دايرة لنا شي كارثة تمايا. يلا غادي نديهم دابا ندخلوهم لواحد الزريبة تما ضيقة، ديك الزريبة فين تنعزل المعز في الصباح قبل ما نحلب، تما ندخلوهم. هو الدواء ان شاء الله راه نتكلم لكم على الكميه اللي غنبداو نعطيو والوزن، على حسب كل وزن راه كنعطيو واحد الكميه محدده، ما يمكنش نعطيو لكل شيء بحال بحال. راه هو هذا لي هذا هو اللي كيدربنا الخيل هنا في المزرعه، حتى هو راه عنده بزاف ديال الوقت هنايا في المزرعه هذه. دابا هادو اللي كيدربو الخيل راه كيخدمو مع بزاف ديال مربي الخيول، ماشي غير مع واحد، كيخدم مع واحد ربعة السوايع، مع واحد جوج، مع واحد كل مزرعة كيمشي كيخدم فيها بعض السوايع. شوف كيفاش تيدربو هاد البرقية حاقرين عليها مسكينة تيركلوها. دابا كيما قلتلكم راه هي اللي غادي نسبقوها باش مديرلناش شي مشكل ما شاء الله، منظر رائع. وبخصوص تتبعي الأعزاء الدواء هذا، تشوفوا دابا كيفاش الطريقة
غادي نشربوا بها ان شاء الله. يلا كنشربوا كل العوده، غنشربوها 8 ديال المليلتر، يعني كل 50 كيلو مليلتر واحد ولا سنتيمتر ولا. صافي راه سبقنا هاد البرقية، هي الأولى شربناها، كنشربوها من الفم، كيعجبهم لما كيشربو تيبقاو حطو كيفاش كيديرو، بقاو يتلددو، كيجيو مبنين هاد الدواء هذا. راه هو اللي كنستعمل الماعز، داك كبير توتال، راه هو هذاك. كتكلف غير واحد بهم كيبدا يشد باش ما يتوتروش. دابا الا مشاو جوج ديال الناس يتوترو ما يبغوش يتشدو. المهم دوك الاولات راه كيكونوا ساهلين، كنشدو الاولات واحد العدد منهم، هانتوما كيما شفتو 8 مليمتر. كاينش الطريقة باش كيخشيها في الجنب في الفم، وإني في الجنب شوف كيفاش الطريقة الإخوان. نتمنى تستافدو، وما تنساوناش الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك، دعمونا بلايك راه ما تكلف شيء. ما شاء الله اخوا كما كتشوفوا هذا هو الدواء اللي كنستعملو، اوبير توتال هذا راه ايبوميك، هذا هو اللي كنشربو للعودات. كما قلت لكم 8 سنتيم حتى 10 على حسب الوزن. وهاد الدواء هذا راه كنستعملوه ولا كنحقنوه الكسيبه ولا كنشربوه قبل الولاده بشهرين، في مرحله الحمل وين تكون باقا الولاده شهرين، لانه الا عطيناه في ديك الشهرين الاخيره ممكن يتسبب لنا الاجهاد الكسيبه ديالنا. شوفوا سبحان الله العظيم هاد العوده هادي شحال سهله، اللهم بارك ما شاء الله. نتوما تشوفوا الطريقه راه سهله باش كنعطيو الخيول كنشربوهم، وبالنسبه للمعز والغنم والبقر راه كنحقنوا لهم كندقوا لهم في الرقبه ديالهم في تحت الجلد ديال طريقه الاستعمال. شوف هادي راه سهله، هادي راه صعيبة، هادي راه هاد المشاغيبة مكاينش بحالها. دابا هما بجوج بيهم وغالباهم مقدرينش يشدوها، داك هتنقز لنا من هاد التزريبة هادي، راه بحال والو خصني ندور انا نمشي من الجهة الأخرى باش متنقش، خصني نساعدهم شوية. بقاش دابا عارفين بلا راه نعطيهم الدواء داكشي باش شي وحدينا تمطورات. نجيب بحال هكا نبداو نحكو لها شويه باش تهدن ما تبقاش متوتره. انا هادي مطوره، هادي بان ليا فيها شتي راه ما شديناهاش كيما شتو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى تستمتعوا وتتبعوا الأعزاء وتستفيدوا كذلك. الشراء مهم، مزيان الإنسان يعرف ويستفيد بخصوص مربي الخيول. ننصحهم باش يستعملوا هاد الدواء هذا، لا بغينا الخيول ترتاح بحال هكايا وتكسب صحتها نعطيوها للدواء هاد الايبوميك. هادو راهما كانوا صعاب باش ما قدرناش نشدوهم، راه ندخلوهم لهاد الكراج، هذا ندخلوهم لهاد الكراج ونشدوهم تما. هذاك الكراج ضيق
باش بقاو نضيعو معاهم الوقت في ديك الزريبة. ما راجعش، تيتوخرو غير دوك المشاغبات. صافي دخلناهم لهاد الكراج دابا كيما شفتو، بقاو شي ربعة تقريبا، شي ربعة ولا خمسة هما لي تقريبا، النص النص الاخر كانوا مزيان. اربعة هما، بقاو اربعة، راه كاين التوتال كاين عشرة. وبخصوص الكمية راه كنعطيو كما قلت لكم كل 50 كيلو كنعطيو مليمتر واحد. ودوك دوك التوما غادي نديرو لهم الدواء، دوك المهرات التوما غادي نعطيوهم واحد جوج سنتيم، لان الوزن ديالهم تقريبا واحد 100 كيلو، نعطيوهم جوج سنتيم من الفم تاهما كذلك. الخيول كتعطاها من الفم، وبالنسبة للماعز والبقار كيتعطاهم في تحت الجلد، تحت الجلد كنعطيهم. وبالنسبة لمدة الانتظار، راه البقر 50 يوم وللماعز 42 يوم. عاد نذبحو.